السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، في صحه جيده، اموركم كامله يا ربي تكون مزيانه. ومرحبا بكم في قناه سميره فاميلي، فيديو جديد وشهيوه جديده. جيت نقدم لكم اليوم ان شاء الله رغيفه في الفران، كتجي غزاله لذيذه بزاف، كيحبوها الكبار والصغار. ودائما كيف ما كنقول لكم، دائما مع الوصفات الاقتصاديه السهله والبسيطه، رغيفه اللي كتعجب بينا للصغر ديالنا. كنا كناكلوها، كنا كنتغداو نتعشاو بها، ولا نتغداو بها، ولا حتى كنديروها في الكوتي. كتجي لذيذه بزاف، وجبه اللي مشبعه. رافقتها مع كويزي الاتاي مشحر، تبارك الله كيجي غزال. والكيكه اللي معتمده عندي في البيت، كيكه الرخاميه، كتجي حتى هي لذيذه بزاف وزوينه. وبالنسبه للرغيفه ديالنا هي هذه، كتجي رائعه، محمره في المنظر ديالها، وكتجي لذيذه في المذاق ديالها. نتمنى يا ربي الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وتجربوا الوصفه ديالي ديال اليوم. شكرا لكم بزاف بزاف يا احلى غزالات، وفرجه ممتعه. نبقاو مع المقادير وطريقه التحضير. عندي هنا 4 الكيسان ديال دقيق الفورس، عندي هنا 2 كيسان ديال دقيق قمح الصلب، شويه الملحه، وراس معلقه صغيره ديال الخميره معجونه، ومطبيعه الحال الماء للعجن. نتو على بركه الله، الماء اللي بغيتو يكون سخون، بغيتو يكون دافي، ولا يكون غير بارد من الصنبور، ماشي مشكل. نعجنوها بحال هكذا، الا كنتو يعني واقفين عليها دلكوها مزيان وخليوها ترتاح غير واحد شويه، وغتكون موجوده. ما كنتوش واقفين عليها، يعني العجينه مثلا توجدوها مثلا في الصباح، تعجنوها على خاطرها وتخليوها ترتاح مزيان صافي. ومن بعد يعني كتلقاوها عاطيهكم الطوع مزيانه. زيد شويه ديال الماء، انا يعني العجينه ديالي محتاجاها، واقفه عليها. غادي نعجنها وندلكها مزيان، نخليها ترتاح غير واحد 10 ديال الدقائق، باش ندوز ان شاء الله نوجد الحشوه ديالي. هاد الرغيفه راه كتجي رائعه بمعنى الكلمه، كتجي فنه بزاف للكوتي. كنبغيو مره ننوعو في الموائد ديالنا ولا في الكوتي. نكمل انا العجينه ديالي وندلكها مزيان، ونشوفوا ان شاء الله الشكل النهائي ديالها. ورجعت لكم من جديد من بعد ما دكت العجينه ديالي مزيان، ها هي غتبان لكم تبارك الله راها مدلوكه. صافي نخليها واحد 10 ديال الدقائق بعد ما تطلق الخيط ديالها، وان شاء الله ندوزو باش نقدم، باش نوجد معكم الحشوه. بالنسبه للحشوه، عندي هنا فلفله كبيره حمراء، وفلفله كبيره خضراء، واحد الحبه كبيره ديال البصله مشلل دقيقه، المعدنوس، واحد جوج معلقات كبار. بالنسبه اللي بغا دير الشحمه ديرها، اللي بغا دير الكفته، انا غادي نستعمل غير هاد المقادير هادو صافي. بالنسبه للعطريه، عندي معلقه صغيره ديال التحميره ولا الفلفل الاحمر بحال هكذا، الملحه حسب الذوق، شويه ديال السودانيه اولا ديروا الهريسه، وراس معلقه صغيره ديال الكمون. ومن طبيعه الحال زيت المائده، ندير واحد نص كاس هكذاك ديال زيت المائده اللي غتشحر ليا فيه هاد التوابل كامله ولا هاد الخضيره ديالتي كامله. صافي نخليها بحال هكذا على نار اللي متوسطة تتشحر مزيان، وندوزو ان شاء الله باش نقطعو العجينة ديالنا. صافي نخليوها كتشحر مزيان ونتلاقاو مع العجين. من بعد ما قطعت العجينه ديالي، قطعتها على 7 ديال الكرات، جوج كبار وخمسه صغار. والحشوه عندي هنايا من بعد ما بردات معايا،
بحال هذا الشكل هكا، خاصها ضروري ما خاصها تكون بارده مزيان صافي. وعندي زليفه اللي درت فيها شويه ديال زيت المائده وواحد راس معلقه صغيره ديال التحميره ديال البابريكا باش عطينا اللون لهذا الرغيف ديالنا ولهذا الرغيفه ديالنا. ندعو على بركه الله. نبداو بالكرات الصغار، بسم الله صافي. نبداو نطلقوها. وبالنسبه للطويه ديال الرغيفه، حاولوا ما تزيروش العجينه بزاف، خلوها مرخوفه. يعني منين تكونوا كتجمعوها تجمعوها على شكل مربع، حاولوا ما تزيروش تلقاها صافي بحال هكذا. نستمر على هذا الشكل هذا ومرقوها مزيان، ما تخليوهاش تخليوش العجينه رقيقه غليظه عفوا. صافي بحال هكذا نرشى بالخليط ديال الزيت وندير الحشوه، نحاول نوزعها عليها كامله. هاد الرغيفه راه ما كنظنش ان كاين شي بيت مغربي اللي ما كبرش بها، راه كتجي رائعه بزاف. صافي ونبدا نطوي كيف ما قلت لكم، وانا راخفه يديا ما تزيروش بحال هكذا. ونعاود نجيبو رفاخور هنايا، نحطو هادي على جنب، نعاود نبداو حبة وحدة أخرى ضروري بالمساعدة ديال الزيت. بالنسبة للحبة الستة والسابعة ما كنديروش ليهم الحشوة، صافي الحشوة كنديروها غير في الخمسة الأولين باش ما كتخرجش معانا الحشوه وكتبقى الرغيفه ديالنا محافظه على الشكل ديالها ولا المنظر ديالها. ندهنهم بطبيعه الحال، نديرو الحشوه نحاولوا نوزعوها على العجين كامل باش فين ما عضينا نلقاو الحشوه. شي مره عاوتاني ان شاء الله غنجربها معكم بالسوسيس، كتجي فنه كتجي رائعة. صافي بحال هكذا، ودائما كنرخفو ما كنزيروش. بحال هكذا وندهنو. نكمل انا بقية العجين ديالي، منين تبقى ليا الخرانية ان شاء الله اللي غادي نلمط بها نعاود نرجع معكم ان شاء الله. وهذه هي الكره مقبل المقبل الاخيره بحال هكذا، نرشوها بالخليط ديال الزيت والتحميره اولا البابريكا، شوفوا تبارك الله المسمنه ديالنا ولا الرغيفه ديالنا كتجي بحال هكذا صافي. كما قلت لكم هذه الخرانيه هذه ما كنديروش فيها الحشوه، كنخليوها بلا حشوه. صافي نحاول نبدا نجبد العجينه شويه ونسدها كيف ما قلت لكم ما تزيروهاش بحال هكذا وبحال هكذا. صافي نخليوها ها هي، نخليوها واحد 10 ديال الدقائق قبل ما تلقى في خاطر خاطرها تلقى على راحتها، ونرجعوا ان شاء الله باش نبداو نطرقوها. هاد شويه ديال الزبيدة اللي باقا عندي ندهنها بها من الفوق باش يجي هذاك اللون زوين. صافي غير بحال هكذا. هاد العمليه ديال اللي بغى يديرها يديرها، اللي بغى يخليها غير بدا يتحمر غير التحميره ديال الفران نتوما عندكم حريه الاختيار. صافي غير بحال هكذا نخليها هكذا كما قلت لكم تطلق على خاطرها، وندوز ان شاء الله باش نطيبوها. ورجعت لكم من جديد من بعد ما طلقات معايا العجينه. في هاد الاثناء درت الفران ديالي كيسخن، ضروري من الفران يكون سخون مزيان باش ما تقصحش لكم الرغيفه ديالكم في الفران. دابا ان شاء الله غادي نبدا نطرق فيها غير بحال هكذا. نكمل انا على هاد الشكل هذا، ما طرقوهاش غليظه بزاف ولا رقيقه بزاف، المهم تكون متوسطه، ونوريكم ان شاء الله في الشكل النهائي ديالها.
وها هي الرغيفه ديالنا من بعد ما قرصتها مزيان اولا ورقتها، كتجي على هذا الشكل هذا صافي. دابا ان شاء الله من بعد ما سخنت الفران مزيان كيف ما قلت لكم ضروري ما يكون الفران سخون مزيان باش غير نديروها فيه تطيب، ماشي عاد تسخن معنا اللاطه باش ما تقصعش لكم العجينه من التحت. صافي غنديرها في الفران كما قلت لكم على عافيه اللي متوسطه ونطيبوها لمده ديال 15 دقيقه حتى ل 20 ديال 20 دقيقه ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. رجعت لكم في الشكل النهائي ديال الرغيفه ديالنا، كتجي على هذا الشكل هذا. شوفوا ما تسمعوا ما شاء الله مقرمشه غزاله، كتجي محمره. غنقطعها معاكم باش تشوفوها كيفاش كتجي. سمعوا راها مقرمشه كيف ما قلت لكم رائعه. نتمنى انكم تجربوها تنال الاعجاب ديالكم، تقدموها لوليداتكم والافراد والاسره ديالتكم، كتجي اكثر 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 من رائعه بحال هكذا. كما قلت لكم نقطع معكم طريف. سمعوا تبارك الله القرمشه ديالها، حتي راها مازال سخونه. نساعد بالموس باش نقطعها. وها هي الرغيفه ديالنا تبارك الله، شوفوا كتجي مورقه رائعه، كتجي ورقه على ورقه بحال هكذا. نتمنى انكم تجربوها تنال الاعجاب ديالكم. شوفوا حتى من التحت راه محمره، سمعوا. نتمنى انكم تجربوها بصحتكم وراحتكم، والى اللقاء فيديو قادم وشهوة قادمه ان شاء الله. بسلام عليكم يا احلى غزالات، وما تنساونيش من اللايك، ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي وخلوا لي كومونتير باش تشجعوني، بارطاجيو القناه ديالي مع الاصدقاء ديالكم الاحباب ديالكم. والسلام عليكم في شهوة قادمه ان شاء الله. بسلام عليكم.